قبل ما أبدأ مع حضراتكم لقائنا وكلامنا النهاردة وفقراتنا المتنوعة، عايزة كده أقف مع حضراتكم عند حاجة. كنت بتفرج كده من يومين تحديدا على أحد الأفلام الخاصة بنبينا طبعا العظيم موسى عليه الصلاة والسلام. المحطة أو المنصة تحديدا اللي عاملة الفيلم، منصة أكيد معنية جدا بهذا الفيلم علشان أيضا تبين حق اليهود وبني إسرائيل إزاي. طبعا هذه النوعية من الأفلام بتبقى أي منصة وهي بتنتجها، لأن هي من إنتاجها بيبقى عندها وجهة نظر في الكتابة، في العرض، في الصورة، في طريقة العرض. على فكرة إحنا من أفضل الأشياء بالنسبة لنا إنه كل الأنبياء عندنا ما بنقدرش نطلعهم، وده شيء على فكرة أنا بشوفه رائع. ليه؟ لأنه لهم القدسية ولهم الاحترام ولهم الخيال اللي كل واحد يتخيله بنفسه. ولكن الحقيقة أنا توقفت كثيرا جدا في الفيلم ده على طبعا إزاي كان يعني الصورة كانت ما بين المصري القديم أو فرعون القديم والغطرسة زي ما سموها، واختيار كلمات كتيرة، وما بين نبينا موسى، وإزاي أيضا أنه أهله ما كانوش أو بني ما كانوش بيصدقوه طول الوقت. الفيلم يستحق المشاهدة، ولكن أنا وأنا بتفرج يعني شعرت كده بأنه لا، الحمد لله نحن بدأنا بشكل كبير جدا يبقى عندنا نوعية فائقة، يعني إيه الإنتاج المتميز والإخراج والتقديم وحتى النص المكتوب اللي نقدر نحطه على منصتنا زي منصة واتشت، ونقدر نقدمه للعالم العربي ونقدمه كمان للعالم الغربي. لما نبقى نقدر نعمل موضوعات زي الحشاشين وزي جودر في المسألة الفنية اللطيفة. ليه؟ لأنه أنا كمان كواحدة عربية، لو أنا بتكلم بشكل عربي، لما أبدأ أشوف النوع الأعمال بتاعتنا، تاريخنا، أنبياءنا، تاريخنا القديم، تاريخنا الحديث، وأشوفه بوجهة نظري أنا وبوجهة نظري أن إحنا اللي عشنا في هذه المنطقة، إحنا اللي متأثرين في هذه المنطقة، لو إحنا شفنا كل الحاجات دي بهذه الطريقة هيكون أفضل بكتير على أني أشوفه في محطة. مش معنى كده أن أنا ما أشوفش العالم الآخر ماذا ينتج، لا، ينتج العالم الآخر، ولكن يكون أنا كمان عندي وجهة نظري. أنا بحترم دايما وجهة النظر المصرية، لأن إحنا وسطيين جدا وعقلانيين جدا وباحثين جدا بشكل كبير، خاصة فيما يخص التاريخ. نحن نقدر نعرضه بطريقة سليمة، نصل إلى المصادر اللي هي يعني المؤكدة، إن إحنا ما يكونش عندنا وجهة نظر عايزين نفرضها على العالم أو ندس السم في العسل زي ما بيقولوا. فعشان كده وأنا بتفرج لا، بقيت بقول إحنا لو عملنا الأعمال دي ونبدأ يبقى عندنا سلسلة منها زي ما عملنا وزي في الأعمال القديمة زمان كنا بنعملها، لكن دلوقتي بعد ما شفنا الحشاشين وجودر ونوعية الإنتاج، لا، ممكن تنافس أي منصة غير عربية بشكل كبير جدا، وتقدر كمان أنت تترجمها، وتقدر أنت كمان تخاطب العالم، ولكن برأيك وبتاريخك وبلغتك وبتأثيرك أيضا الصحيح. طيب أبدأ بقى معاكم النهاردة الخبر. خلينا نروح للخبر الأول، واللي بيقول عقد مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي اجتماع هام بحضور وسائل الإعلام. الاجتماع الحقيقة شهد مجموعة من القرارات المبشرة، وأنا ببقى سعيدة جدا لما يجي لي قرارات مبشرة. أبرزها طبعا تصريحات دكتور مدبولي بأن الحكومة ستأخذ مجموعة من الإجراءات الهامة لتخفيض أسعار السلع، وده زي ما أنا قلت مع السادة الزملاء بيهم الناس، وده هيكون بنسبة تتراوح ما بين 27% و30%، ده رقم على فكرة مش قليل. السيد رئيس الوزراء أكد في المؤتمر الصحفي عقب الاجتماع أنه هناك حصر كامل للسلع وأسعارها، وأنه الفترة المقبلة بإذن الله هتشهد انخفاض في أسعار السلع الغذائية، وده بيهم الناس جدا. لكن الأهم كمان الأجهزة الكهربائية أيضا ستشهد انخفاض كبير في الفترة المقبلة بإذن الله. من القرارات الهامة أيضا هو توقيع عقد إنشاء ممشى سياحي يربط بين منطقة المتحف الكبير، موجودة طبعا في منطقة الأهرامات، ومنطقة أهرامات الجيزة. أنا سعيدة جدا كمان بهذا الممشى اللي هيدي فرصة للناس إن هي تمشي وتشاهد التاريخ وهي كمان رفع رأسها وسعيدة. خليني أروح لمزيد من التفاصيل. مستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم مجلس الوزراء، مساء الخير يا فندم. مساء النور يا فندم.
يعني حضرتك قول لنا عن القرارات الخاصة بالسلع الغذائية والكهربائية اللي هتهم الناس بشكل كبير. في الحقيقة يا فندم اليوم دولة رئيس الوزراء عقد اجتماعا في إطار متابعته شبه اليومية لأسعار السلع في الأسواق. خلال اجتماع اليوم هذا الاجتماع بيأتي عقب عيد الفطر المبارك، وما سبق أن ذكرناه من أنه الأسعار إن شاء الله ستنخفض عقب عيد الفطر المبارك لنسبة تصل إلى تتراوح نسبة قد تصل إلى 30%، على ضوء أنه القطاع الخاص وهو شريك في عملية ضبط الأسعار السلع. القطاع الخاص أوضح أنه دورة السلع سوف تنتهي بعد عيد الفطر المبارك، وبالتالي سوف نحصل أو الأسواق ستشهد مزيد من السلع وفقا للأسعار الجديدة، أسعار الصرف الجديدة. وبالتالي هذا الاجتماع كان بيأتي لمتابعة مدى حدوث هذا الانخفاض في أسعار السلع، وبناء عليه خلال الاجتماع وخلال المؤتمر الصحفي أعلننا أنه فعلا السلع الأساسية على سبيل المثال انخفضت في المتوسط بنسبة 27%، الأسعار كافة السلع انخفضت في المتوسط بنسبة 22%، وإحنا هنا بنتكلم على أسعار التجزئة، بينما أسعار الجملة في حقيقة الأمر هي انخفضت بنسب تتراوح من 30 ل 40%. وبالتالي إن شاء الله يعني خلال الفترة المقبلة سنشهد المزيد من انخفاض أسعار التجزئة. طيب سؤال هنا، يعني معرفش إمكانية حدوثه، وده شيء أعتقد يعني مش بالصعب على مجلس الوزراء أنه يكون في مع هذا البيان، يعني يبقى بيان بالسلع، يعني لو قلنا السلع وإحنا بنتكلم على سلع استراتيجية اللي بتهم الناس، السلع المهمة الغذائية، يكون في بيان بأنه الأسعار بقت بهذا الرقم، لأنه برضو الأماكن زي ما حضرتك ذكرت وحضرتك بتح أنه الجملة بياخد طبعا تخفيض اكتر، والتجزئه بيبقى تخفيض اقل شويه، فتبقى الناس عارفه وهي بتشتري، لانه انا ممكن اروح مكان يبقى طبيعه هذا المكان الاسعار غاليه شويه، في مكان طبيعته ارخص، ولكن ابقى انا عارفه السلعه نفسها بكام. فهل ده ممكن نشوف هذا البيان بالسلع ونسبه التخفيض اللي بقت موجوده عليها، فتبقى زي دليل بالنسبه للمستهلك؟ بالفعل يا فندم، يعني هذا الأمر معلن. يعني على سبيل المثال مبدئيا لو تذكري حضرتك أنه منذ عدة أسابيع كان صدر قرار طبعا من دولة رئيس الوزراء ووزير التموين، وكذلك من معالي السيد وزير التموين والتجارة الداخلية، بوضع الحد الأقصى لسعر البيع النهائي للمستهلك على السلع والأرفف. وهذا السعر يعني بيتم متابعته من قبل وزارة التموين والجهات الرقابية، ده جانب. من جانب آخر اليوم أعلننا عن، على سبيل المثال لو احنا بنتكلم على رغيف الخبز طبعا، اليوم أعلننا عن الأسعار الجديدة التي سيصدر بها قرار يوم السبت بعد غد، وسيبدأ العمل بها يوم الأحد المقبل. وعلى سبيل المثال احنا قلنا ان أسعار الخبز السياحي بمختلف أوزانه تم إعلانها، السعر على سبيل المثال الخبز 80 جرام سيكون سعره 1.5 جنيه بعد ما كان 3 جنيه. وبالتالي يعني الأسعار معلنة من ناحية، من ناحية ثانية يعني هناك أعلننا أيضا خلال اجتماع اليوم أنه الأسعار السلع الأساسية اللي حضرتك بتشيري إليها أعلننا نسب التخفيض فيها بكل صراحة في البيان الصادر. يعني السكر صحيح نزل حوالي 22%، الأرز حوالي 16%، الزيت الطعام 23%. أنا عارفة وإحنا تابعنا وقلنا الأرقام، بس عارف حضرتك أنا نفسي إن الأرقام تبقى زي ورقة كده مكتوبة، الناس خلاص تبقى عارفاها وتبقى موجودة حتى على صفحة مجلس الوزراء أو على أي مكان، عشان تبقى هي الدليل، لأنه بعد ما بتنزل الأسعار ترجع الناس تقولك يعني ما بيبقوش حاسين بيها، فكل ما تكون الحاجة موثقة ومكتوبة تبقى بيان ومرشد للناس. طيب سؤال تاني بالنسبة للأجهزة الكهربائية، لأنه الفترة الماضية الأجهزة الكهربائية كانت ارتفعت بشكل كبير جدا نسبة، علشان كان في سعر صرف طبعا مختلف في السوق، دلوقتي بقى في انضباط، سعر الصرف بقى منضبط والدنيا تغيرت، فهل دلوقتي التاجر سينضبط هو كمان بأسعار جديدة مخفضة؟
بالتأكيد يا فندم، يعني الدولة بعد توحيد سعر الصرف بدأنا أيضا في الإفراج عن السلع الأساسية ومنها مستلزمات الإنتاج، وهذا الأمر أسهم في حل معضلة كبيرة بالنسبة للشركات التي كانت متوقفة نتيجة عدم حصولها على مستلزمات الإنتاج أو حصولها على مستلزمات الإنتاج بسعر السوق الموازية للدولار اللي كان وصل لحوالي حاجة وسبعين جنيه. فبالتالي يعني توفير مستلزمات الإنتاج بسعر مخفض مقارنة بالسعر السابق ده سيسهم في خفض أسعار السلع الكهربائية. أيضا أسعار السلع الكهربائية كانت من ضمن السلع اللي دولة رئيس الوزراء حرص على التأكيد على أهمية خفضها عشان حتى يتسنى للمواطن أنه يستشعر طبعا الانخفاض في الأسعار وجهود توحيد سعر الصرف. أكيد فعلى سبيل المثال كما ذكرت أنه من ضمن الأسعار اللي انخفضت بصفة عامة، المتوسط انخفاض في الأسعار بصفة عامة كان بلغ 22%. وخلال اجتماع اليوم أيضا اتحاد الغرف التجارية، الأسعار اللي استعرضها اتحاد الغرف التجارية ذكر أنه غالبية السلع سواء الأساسية أو غير الأساسية انخفضت مقارنة بما قبل التعويم بنسب في تصل في بعض الأحيان ل 35%، ده شيء بما في جميل. ذلك طبعا السلع الهندسية. فأنا بأكد لحضرتك أنه حدث انخفاض، وإن شاء الله الفترة اللي جاية هيكون في مزيد من انخفاض. النقطة أكيد المهمة اللي حضرتك أشرت إليها أنه المواطن لا يستشعر أحيانا بهذا الانخفاض، ده بيحصل نتيجة أنه التخفيضات اللي احنا بنقولها يا فندم هي حصلت بصورة أساسية على مستوى السلاسل التجارية. صحيح على مستوى محل البقالة الصغيرة هي شهدت أيضا انخفاض، ولكن ليس بنفس درجة السلاسل التجارية. صحيح ومن المتوقع أنه إن شاء الله خلال الفترة المقبلة بعد ما تنتهي دورة السلع لدى محل البقالة الصغيرة، من المتوقع أنه تشهد تلك المحل الصغيرة المزيد من انخفاض في أسعار السلع. فهي يعني الموضوع بيحصل بصورة تدريجية أكيد والدولة حريصة على متابعته، بجانب أنه دولة رئيس الوزراء قال اليوم أنه سيكون هناك متابعة حازمة مع وتعامل حازم مع أي تجاوزات في الأسعار المعلنة. وفي دولة رئيس الوزراء قال نقطة تانية مهمة يعني بنرجو أنه المواطن يعني يستمع إليها، لأنه حضرتك كنت بتتكلمي على أنه المواطن محتاج يعرف أسعار السلع. صحيح ففي مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار أنشأ تطبيق على الهاتف اسمه رادار الأسعار. التطبيق تم تحميله من حوالي 21,000 مواطن، وبنأمل أنه المزيد من المواطنين يتعاملوا مع هذا يحملوه التطبيق، طبعا. لأنه التطبيق بيتيح للمواطن أنه في حالة تجاوز أي أسعار لما هو معلن بيبلغ، أنه يبلغ عن طريق ده شيء جميل طبعا. التطبيق. وبالتالي هناك دور هام على الرقابة الشعبية. وبالفعل يعني دولة رئيس الوزراء خلال المؤتمر الصحفي أعلن أنه بالفعل كانت جات لنا شكوى خلال الفترة الماضية من أحد المواطنين، وتم التعامل معها بصورة فورية، وتم بص إجبار التطبيق يا المحل استاذ محمد، أو الجهة محل الشكوى بخفض الأسعار. اكيد التطبيق ده اكيد شيء هام جدا، ولكن برضو خلينا نقول انه اهالينا البسطاء مش هيقدروا ينزلوا التطبيق ده، لازم يكون عنده خاصية تليفونات معينة. هل ممكن يكون في رقم خط ساخن يبلغوا منه، وده برضو ممكن يبقى اسهل بالنسبة لهم من الخطوط الأرضية؟ بالفعل يا فندم، ده هنا بيجي دور جهاز حماية المستهلك. جهاز حماية المستهلك بيعمل على زيادة تواجده في كافة محافظات الجمهورية فممكن يبلغ وتوفير من خلال حماية للاتصال. المستهلك. صحيح. عموما نتمنى بإذن الله زي ما في انخفاض يكون في متابعة للأسعار، وضبط السوق أكيد هيكون شيء مهم جدا في الفترة المقبلة. هي الحقيقة كلها قرارات مبشرة بإذن الله، وإن شاء الله الفترة المقبلة يبدأ المواطن يحس بنوع من الارتياح كده، ويبدأ يبقى فيه شوية فلوس كده في البيت، يعني بدل الفلوس كلها بتروح في كل السلع والحاجات دي. أشكرك شكرا جزيلا المستشار محمد الحمصاني المتحدث
باسم مجلس الوزراء. طيب يعني زي ما شفنا كده ببقى سعيدة لما يعني ننقل شوية أخبار، ولكن علينا كمان زي ما قال سيادة المستشار الرقابة الشعبية، يعني مش اللي هو أنا أشوف وخلاص أو أشتري الغالي وخلاص، يعني حماية المستهلك موجودة، رقمهم موجود، تقدروا أيضا تبعتوا رسائل أو تتصلوا في التليفون. ده رقابتنا الشعبية كمان ممكن تبقى مهمة بشكل كبير. طيب تعالوا بقى نروح للخبر التاني اللي بيقول ايه؟ الاحتفال بهويتنا المصريه. بحب كلمه الهويه المصريه عشان احنا المصريين عندنا هويه، يعني لينا كده كينونه قويه، ودي حاجه مهمه جدا. وعلشان كده محافظه الجيزه بدات في مشروع مهم جدا. المشروع ايه؟ خاص بالهويه البصريه. يعني ايه الهويه البصريه؟ يعني الحاجه كده اللي احنا نشوفها وتاكد على انه ايوه دي هويتنا، موجوده فين؟ للطريق الدائري المؤدي للمتحف الكبير. المشروع ده ببساطة هيبقى مكتوب محطوط فيه صور ملوك مصر القديمة على البنايات. أولا هيبقى حاجة بديعة زي ما حضراتكم شايفين، فأنت بامتداد الطريق للمتحف وكأن أنت بدأت الرؤية وبدأت إنك تشوف العرض، وكأنك بتشوف موكب فرعوني كبير بيحتفل بالزوار والسائحين. فطول ما أنت ماشي عينك الهوية البصرية، عينك بتشوف حاجات حلوة تقدر تتمتع بيها، تقدر تشرح لأولادك، السائحين يقدروا كمان يستمتعوا، وتبقى عاملة زي الطريق يعني الممهد كده إلى أن يصل إلى المتحف، يكون كده حصل له هذه الشحنة البصرية رائعة الجمال. خليني أروح للسيد محمد نور الدين سكرتير عام مساعد محافظ الجيزة. مساء الخير يا فندم. نعم، مساء النور بحضرتك والسادة المشاهدين والمستمعين يا فندم. يعني أستاذ محمد، إحنا بنشوف مع حضرتك على الشاشة بعض البنايات اللي عليها هذه الهوية البصرية، احكي لنا عن هذا المشروع. خلينا أقول لحضرتك يا فندم إن محافظة الجيزة بمساحتها الشاسعة والتي تمثل 3.8 مساحة الجمهورية بحوالي 36,589 كيلو متر مربع، ومشتركة في الحدود مع 11 محافظة بعدد 20 حي ومركز و48 وحده محليه قرويه تحت قياده السيد اللواء احمد راشد محافظ الجيزه، شهدت في مجال الطرق محاور طوليه وعرضيه غير مسبوقه. دي بتوجيهات دوله السيد رئيس الوزراء وفخامه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، ومنها توسعات الطريق الدائري تنفيذ وزاره الدق في نطاق محافظه الجيزه غرب النيل باحياء جنوب والعمرانيه والطلبيه. تمام. وما تبع التوسعات ذلك تطوير للعشوائيات والرؤية البصرية وتحسين الصورة الذهنية بالعقارات بجانبي الطريق الدائري بطول حوالي 14 كيلو متر بالاتجاهين من البحر الأعظم حتى المريوطين، وده بتصميم وإشراف كلية الهندسة جامعة القاهرة وتنفيذ شركة متخصصة اللي هي شركة وادي النيل للمقاولات والاستثمارات. يا فندم، مشروع تطوير الهوية البصرية وتحسين الصورة الذهنية للعقارات على الطريق الدائري ده طبعا زي ما قلتي حضرتك وأشرتي إنه إعدادا لافتتاح المتحف المصري الكبير طبعاً. وده حدث عالمي طبعا. طبعا هي متعة، هي متعة بصرية لو أنا سايق وماشي وبتفرج طبعاً. طيب في جدل كده أستاذ محمد، يعني هذا الجدل كان بيقال إن هذه الرسومات يعني تتبع أيضا لناس تانية أو طلاب أو مشروعات أخرى. لا، أنا عايز أقول يعني هذا الجدل برضو يا ريت نوضحه. أنا عايز أقول لحضرتك إن هو كان في رؤية للسيد المحافظ والسيد دولة رئيس الوزراء لتطوير ذلك على الطريق الدائري، والرؤية دي طبعا حط ليها التصميم الهندسي الفني كلية الهندسة جامعة القاهرة، واشتملت على المحاور الآتية. أولا، في أراضي فاضية هيتم استغلال الأراضي الفاضية اللي على جانبي الطريق الدائري دي كمناطق خضراء مظللة بأشجار طبيعية متوافقة مع طبيعة الموقع لخدمة المواطنين. تمام. تحديد برضو على العقارات مجموعة من الألوان والخامات المتجانسة لتشطيب الواجهات هيساهم في تشكيل الهوية العمرانية والمعمارية للمنطقة. هو واضح الحقيقة في الصورة. طب الجدل ده جه منين؟ لسه كمان احنا من ضمن المحاور في استغلال الحوائط المصمطة دي في الواجهات للتأكيد على الهوية المصرية القديمة والتعريف بملوك وحكام مصر الفرعونية، وذلك من خلال اللوحات اللي سيادتك شايفاها على الصورة معروضة، واللوحات دي هتكون طبعا مضيئة مع استخدام خامات مقاومة للعوامل الجوية المختلفة، ووضع باركود على كل لوحة. هتلاقيه سيادتك فيه باركود على كل لوحة، ده بيحدد الموقع وطريق الوصول للمتحف المصري الجديد.
تمام. طيب والباركود كمان واضح. طب يا فندم، واضح. النهارده كان في بيان ايضا بيؤكد بانه هذه النماذج مجرد نماذج، يعني لسه في الاول، يعني لم تكن، مش هتكون هي تجريبيه ومش هي النماذج النهائيه يعني بشكل كبير. لا، انا عايز اقول لحضرتك ان النماذج دي اتعمل منها نموذج معين في نوفمبر الماضي 23، والسيد دولة رئيس الوزراء والسيد المحافظ والمحافظين تفقدوا النموذج اللي تم اعتماده واللي احنا شغالين عليه دلوقتي، وده طبعا الشركة شغالة وتم التنفيذ. يعني اذا هي البيان ذكر ان هي نماذج تجريبية، هي تجريبية ولا نهائية؟ لا، نهائية يا فندم، حاليا نهائية. احنا عملنا التجريبي في نوفمبر وحاليا دي نماذج نهائية، ونسبة التنفيذ حتى الآن بحوالي 50%. خليني أقول لك إنه الأعمال اللي بتتم دي مش هي بس الأعمال للتطوير والصورة البصرية على الهوية الذهنية والبصرية للعقارات، ولكن هناك تطوير أيضا في المنطقة نفسها. أكيد. برفع كفاءة المحاور الرئيسية، الطريق الدائري على جانبي الطريق الدائري ما كانش فيه طريق أساسا، دلوقتي في طريق طبعا هيتم إنشاؤه بجوار العقارات مرصوف على اعلى مستوى. مش كده بس، المناطق الداخليه للمنطقه هيتم رصفها، انه محافظه الجيزه شاهد تطوير غير مسبوق يا فندم. اكيد احنا كلنا ثقه بانه طبعا المتحف الكبير والطرق المؤديه والابنيه ويتم استغلالها بهويه بصريه، ده شيء جميل. نتمنى التوفيق باذن الله، وان شاء الله مع افتتاح المتحف الكبير نهائيا بشكل كبير، وكمان الناس وهي ماشيه هيكون الهويه البصريه ممتعه بالنسبه لهم. استاذ محمد نور الدين، سكرتير عام مساعد محافظ الجيزه، اشكرك شكرا جزيلا على كل هذه التفاصيل. زي ما قلت لكم، إن شاء الله يكون عندنا دايما حاجات حلوة نقدر نقولها. الطريق لما يبقى أنت وأنت ماشي وشايف كده تاريخك والهوية البصرية والشارع والحاجات الحلوة، بتهيئ النفس وأنت رايح، وهي في حد ذاتها متعة كمان، غير أن أنت تروح وتحضر المتحف. حتى اللي مش رايح المتحف وهو رايح وهو جاي يستمتع أيضا بهذه الهوية البصرية. فاصل قصير ونعود ونستكمل مع حضراتكم باقي فقرتنا الليلة في التاسعة، عودوا إلينا. شعب مصر العظيم، أيها الشعب الأبي الكريم، إن مصر تحتفظ لنفسها بحق الرد وبالأسلوب والتوقيت المناسب للقصاص من هؤلاء القتلة. سيادة الرئيس، أصدر الأمر بعملية نوعية لقصف مواقع داعش في ديرنا في ليبيا. لا إله إلا الله يا رجالة، زي ما هتروحوا كلكم هترجعوا إن شاء الله كلكم. اسمك المصري؟ علي المصري. تفتكر احنا عايزينك في ايه يا علي؟ دم المصريين خط أحمر، ده أكيد. ليه؟ تعالوا نقرأ مع بعض الخبر ونكلمكم عن فيلم السرب. أعلنت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية طرح فيلم السرب، وطبعا الفيلم ده إن شاء الله هيكون موجود في دور العرض أول مايو القادم بإذن الله. إيه حكاية الفيلم؟ الفيلم بيتناول بطولات القوات المسلحة المصرية في مواجهة الإرهاب، وطبعا إحنا عارفين التحدي اللي كان موجود إزاي، وتحديدا جماعة داعش في ليبيا، وده كان خلال عام 2015، وطبعا بعد واقعة استشهاد 21 مواطن مصري على أيادي الإرهابيين في ليبيا. طبعا ده اللي خلاني أبدأ وأقول لكم دم المصريين خط أحمر، وهو نفسه
اللي خلى صناع الفيلم يفكروا في ان هم يقدموا الفيلم ده. فيلم السرب من بطولة يعني عدد كبير من الفنانين، فنان أحمد السقا وعدد كمان من نجوم الفن، نيلي كريم، محمد ممدوح، وكمان عمرو عبد الجليل، مصطفى فهمي، وعدد كبير كمان من ضيوف الشرف. يعني هتلاقوا أبطال كتير موجودين، أسر ياسين، كريم فهمي، يعني محمد فراج، أحمد صلاح حسني، وعدد كبير من الفنانين كمان موجود، محمود عبد المغني، وطبعا عدد من الفنانين هيكونوا موجودين في هذا الفيلم. هو فيلم الحقيقة مشرف، كل واحد هيبقى عايز يبقى موجود في الفيلم ده. الفيلم تأليف عمر عبد الحليم ومن إخراج أحمد نادر جلال. خلينا نعرف تفاصيل أكتر ونعرف الكتابة كانت إزاي والكواليس نفسها عاملة إزاي قبل عرض الفيلم. معايا مؤلف الفيلم الأستاذ عمر عبد الحليم. مساء الخير يا فندم. مساء الخير يا مدام شبكي، أهلا بحضرتك وكل سنة حضرتك طيبة وللسادة المشاهدين. دم المصريين خط أحمر، ده العنوان الكبير اللي بدأت تكتب منه الفيلم. مظبوط مظبوط. الحقيقة كانت الواقعة بصفة عامة والحادثة اللي وقعت في 2015 للعشرين مصري، هم 21 قتيل، أو خلينا نقول 21 شهيد، 21 فيهم 20 مصري، وأحدهم يحمل أحد جنسيات دولة أفريقية. كانت يد الإرهاب الغاشم نالت منهم في 2015، وكانت ليلة أعتقد المصريين كلها يعني فاكراها كويس طبعاً من الناشي ومعاه طبعا، وكان خطاب السيد الرئيس مؤثر جدا، وعلى مشارف الصباح يعني على الفجر كان رد مصر القوي حاضر وواضح. فكان الحقيقة وقع ما تمرش أعتقد على المبدع أو المبدعين بشكل عام، وكان في رغبة حقيقية لتجسيد تفاصيل الواقعة دي في عمل فني سواء مني أو من آخرين. بس يمكن ربنا سبحانه وتعالى خصني بالنعمة دي وبالفضل ده، أن أنا لقى القبول في إني لما تقدمت بالفكرة. الحقيقة لقيت يعني قبول عالي جدا من طب خليني أرجع معاك إلى الألم والورق والفكر، وبدأت تكتب منين؟ لأنه الأحداث حقيقية، أتفق جدا معاك، ولكن عشان ننقل أحداث حقيقية إلى ملعب الدراما تحتاج أكيد مجهود وتصاعد درامي وبناء شخصيات وبناء أحداث، يعني مش بالسهولة، ما هوش خبر هيجي في نشرة، ده فيه هنا صناعة دراما. مظبوط يا فندم، مظبوط. الحقيقة يا فندم هو الفيلم ده يعتبر يعني أنا كان عندي مسلسلات قبل الفيلم ده، وكان عندي بعض المشاريع الأخرى شغال عليها، بس الفيلم ده كان له واقع وشأن مختلف تماما، لأنه استغرق عدد كبير جدا من الفترات دراسة وبحث، لأنه مش بس بتحكي عن واقعة حدثت في تاريخ القريب لقتل عدد من الشهداء واقتصاص الدولة منهم، لا انت كمان بتحكي واقع مجتمع ليبي كان بيعيش يعني أزمة كبيرة جدا ومختلطة وملتبسة، وفكر موزها كان أمر صعب جدا، زائد انك عايز تتكلم عن الشخوص دي فلازم تعرفهم، فكان استغرق مني دراسات كتيره جدا طبعا تعرضت ليها بقى زي علم نفس الارهاب، وتعرضت لاصدارات مرصد الازهر لمكافحه الارهاب، وكل الكتب اللي تحدثت عن الفكر المتطرف او الارهابي، حتى الكتب اللي على الطرف الاخر من النهر، يعني حتى كتب اللي بيصدرها الجماعات الارهابيه نفسهم يعني او القاده الارهابيين نفسهم، عشان اقدر اكون فكر عشان تعرف الفكر ده كان بيعمل كده ليه. مظبوط. مظبوط. طبعا انا كبني ادم عادي وكرجل يعني يعمل في الفن انا اوريدي متعرض ده، بس ما كنتش طبعا بالاستغراق الكافي، وده خلاني اعمل عمليه بحث مطول، يعني ده كان جانب كبير جدا من البحث والدراسه، وبجانب بقى ان انا كان عندي شخصيات بتحمل وظائف حساسه جدا، فبالتالي طبعا كان لازم اقدر ادرس طبيعه عمل الوظائف دي، وده خلاني اتحرك على وظائف يا استاذ عمر هو ده عملها الدائم، وهو الحفاظ على امن وعلى ارواح المصريين وعلى يعني قواتنا المسلحه، ده عملها الدائم، هم مرابطين طول الوقت سواء هذه العمليه او غيرها، يعني الناس دي واقفه على خط النار طول الوقت يعني. صحيح. صعوبة العمل ده يعني كانت كان عملية البحث دي عملت حالة من الشحن
كبيره جدا جدا. ثم بقى تعاملت واشتغلت على الوقائع نفسها، ازاي قدرت بقى اكون حبكه جوه الفيلم ده، هنشوفه ان شاء الله اول ما الفيلم ينزل. اكيد كلنا متشوقين جدا. المشاهد شكلها صعب، راس السقه وهي في الرمل صعب، المشاهد شكلها يعني مشاهد يعني شديده الصعوبه. يعني خليني اقول لحضرتك ان انا يعني من خلال برنامج حضرتك، انا عايز انا شاكر جدا طبعا على المداخله، وليكي مني كل الشكر والاحترام والتقدير. انا كمان عايز اقول لك انه الشركه المتحده وتحديدا شركه سينرجي استاذ تامر مرسي وسينرجي فيلم استاذ احمد بدوي اهتمامهم بالنوع ده من الاعمال، وده عمل يا فندم اضخم عمل سينمائي هيقدم خلال السنين دي، لانه عمل مش بس في عدد هائل من النجوم، لا ده في ده اكبر عدد ايام تصوير حصل في فيلم سينمائي. وهنا انا استاذنك يا عمر واستاذن مخرجنا بس نرجع سريعا للصور والمشاهد. كلمنا عن اماكن التصوير، انا شايفه طبعا اماكن التصوير اكيد كلها خارجي، وعندك طبعا يعني اكيد استعنتوا بالقوات المسلحه، او يعني حصل استعانه اكيد بحاجات كتير. كلمني اداء الممثلين حتى نفسه في الكتابه وتوجيههم طبعا. متوقع يعني أكيد. انا بالنسبه لي طبعا انا فكره ان شركه شركه كبيره تهتم وتعني بتقديم عمل زي ده، ثم توكل اخراج العمل لمخرج كبير جدا، انا واحد من جمهوره قبل ما يتحول الى صديق واخ استاذ احمد نادر جلال، كان بالنسبه لي خطوه عظيمه جدا، لان أكيد. بقى عندي ضمانه انه العمل اللي انا كاتبه ده هيخرج على افضل صوره. والحقيقه استاذ احمد كان في حلول ابداعيه كبيره جدا في مناطق كامله من ليبيا ومناطق تانية جاءت يعني ذكرها في احداث الفيلم، تم بنائها بالكامل معانا الباشمهندس باسل الحقيقه. أيوة. يعني ابدع في كل ما يخص بنى الديكور، واستاذ احمد نادر كان عنده حلول يعني كانت مبهره جدا، والناس هتشوف ده اثناء الفيلم. زائد طبعا الدعم اللي احنا تلقيناه من كل الجهات المعنيه بتوفير اماكن حقيقيه للتصوير او توفير قواعد جويه او خلافه. احنا اول واضح فيلم عربي واضح جدا بتصور بطيران حقيقي، يعني دي حاجه أكيد. يعني حاجة كل مشاهد الطيران دي حقيقيه، اللي احنا شفناها على الشاشه، الطيران الاستعداد، الطيران هي بتطلع، كل هذه المشاهد هي مشاهد يعني حقيقيه. يعني الحمد لله رب العالمين. احنا طيب سؤالي الاخير يا استاذ عمر، بعد الانتهاء من الكتابه، الانتهاء من التصوير، باقي فقط ان يشارك الجمهور في مشاهده هذا العمل وينضم الى هذه الكتيبه. حسيت ان الدراما كتير كمان هي بتاخد حق المصريين، بتدافع عنهم، لان الدراما بتوثق للتاريخ كمان. 100% يا فندم. انا بشوف فندم الفن، انا يعني انا طبعا هو اراء الناس مختلفه في مساله الفن بصفه عامه، فانا بشوف ان الفن زي ما هو وسيله للتسليه ووسيله للترفيه، هو يعني ينبغي انه يبقى وسيله تحمل رسائل وتحمل مضامين وتحمل فكر وتحمل تاريخ. لانه دي جمله يمكن مش غلط يمكن ان اقولها، انا حاططها على لسان احد الابطال، انه احنا لو ما حكيناش الحدوته بتاعتنا حد تاني يحكي لنا. بالظبط بالظبط، لازم نحكي حدوتتنا. انا كنت بحكي كده في الاول، كل حاجه فيها تاريخنا وفيها حكاياتنا لازم نكون احنا الراوي حقيقي. بشكرك شكرا جزيلا، انا اول واحده هتكون موجوده 1 مايو بتتفرج اكيد، وارفع التحيه العسكريه الى قواتنا المسلحه والى هذا الفيلم العظيم باذن الله. شكرا جزيلا، ولنا حديث بعد المشاهده أكيد عشان نتكلم على تفاصيل أكتر. مؤلف فيلم السرب الذي إن شاء الله هيكون موجود في دور العرض 1 مايو بإذن الله، الأستاذ عمر عبد الحليم، أشكرك شكرا جزيلا وكل التوفيق لكم بإذن الله. أفلام حلوة، وأنا متأكدة فاكرين فيلم الممر، يعني الناس لما شافته في التلفزيون والناس في السينما كانت بتسقف في فيلم الممر. أنا متوقعة أن ده هيحصل كمان، وببقى سعيدة جدا لما الشباب يروحوا ويشوفوا ويعرفوا بلدنا قوية بإيه. بلدنا قوية زي ما هي قوية بشعبها، قوية بقواتها المسلحة وجيشها اللي واقف ورابط على حدودها وعارف ياخد حق أولادنا، لأنه دم المصريين خط أحمر، ده أكيد.
ما زلنا زي ما قلنا لحضراتكم، ما زالت مصر بما ان احنا بنتكلم على الدعم والمساندة مش ممكن ننسى ابدا مساعدة مصر المتواصلة ايضا للاشقاء في فلسطين. مفيش يوم الحقيقة بيمر الا والشاحنات المصرية بتحمل المساعدات لفلسطين وبتكمل المسيرة زي ما انتم شايفين، ودخول 29 شاحنة مساعدات من مصر من رفح الى قطاع غزة، ودخول 54 شاحنة مساعدات من مصر من معبر كرم أبو سالم إلى قطاع غزة، ودخول أيضا 83 شاحنة مساعدات إلى قطاع غزة، وذلك من منفذي رفح وكرم أبو سالم حتى الآن. طبعا زي ما انتم شايفين كل هذه المعابر الحقيقة مصر بتحاول في أي معبر أو أي طريقة أنها توصل كل الشاحنات. إدخال 4 شاحنات وأيضا وقود عبر منفذ رفح، واستقبال 31 مصاب من أهالينا في فلسطين و40 مرافق عبر منفذ رفح. مصر لا تنسى أبدا وهي موجودة طول الوقت دعم ومساندة لأهلينا في قطاع غزة وللقضية الفلسطينية زي ما حضراتكم عارفين. خليني أروح لحاجة في الحقيقة التربية والتعليم، ونقول أنه عقد دكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم اجتماع مع رؤساء لجان النظام والمراقبة ورؤساء لجان الإدارة على مستوى الجمهورية لاستعراض التعليمات الخاصة بسير أعمال الامتحانات وسلامة الإجراءات ومتابعة كل هذا داخل الكنترولات الخاصة لامتحانات الثانوية العامة، لأن احنا عارفين طبعا الناس بتبقى الثانوية العامة ليها جهد كبير جدا ونظام طبعا سنوي، وده لعام 2023-2024، ومن المقرر أن تبدأ الامتحانات يوم 10 يونيو المقبل بإذن الله. الاجتماع شهد مجموعة من القرارات الهامة أبرزها استخدام تقنيات حديثة هيتم تطبيقها هذا العام في مواجهة محاولات الغش، اللي بتمنى إن شاء الله شبابنا يعني يبذلوا مجهود ويبعدوا عن الغش. كمان هيكون في يعني حاجات كتيرة جدا موجود، سحب الامتحانات من بنوك الأسئلة، كمان في مواصفات اللي زي ما كانت مواصفات العام الماضي لضمان الجودة والدقة وتصحيح إجابات كمان الأسئلة، هيكون كمان ليه مجهود كبير إلكترونيا، وتصحيح إجابات الأسئلة هيكون كمان من خلال إنك بترسل صورة للجنة الطالب، وطبعا هيكون في اكيد حاجات كتير جدا اول باول لحد بدايه الامتحانات ان شاء الله زي ما حضراتكم عارفين يوم 10 يونيو باذن الله. نتمنى لهم التوفيق. انا نفسي انتم عارفين في يوم من الايام خلاص تبقى الثانويه العامه تمشي، هي قلت عن الاول بس يعني بتمنى انها تبقى سنه دراسيه زي بقيه السنين، والدنيا تعدي ان شاء الله، والناس ما تبقاش اللي هي مشكله الثانويه العامه اللي تبقى يعني خانقه في البيوت باذن الله. طيب تعالوا نروح كده ونشوف كده برضو الخبر ده. الحقيقه مسلسل الحشاشين يعني تاثيره كبير وممتد على الاوساط الفكريه والتاريخيه، خصوصا طبعا حقائق كثيرة جدا الناس بدأت كتير، في ناس طبعا شاهدته حلقة بحلقة مع بداية الشهر، وناس بدأت تشوفه دلوقتي، والناس شافته في العيد، والجدل الكبير الناس بترجع وتشوف حول تاريخ الجماعات الإرهابية، وعلى رأسها طبعا زي ما انتم عارفين الفكرة كانت جماعة الحشاشين، واللي أسسها حسن ابن الصباح. وطبعا الناس بدأت تسأل وتشوف ايه الموضوع وايه اللي بيحصل بالظبط. انتوا عارفين ان هو اسس كمان كتابة سيرة سيدنا، والكتاب ده كان حسن الصباح املاه على ابنه عشان يكتبه ويبقى موجود، ويظل هذا الكتاب ينقل سيرة حسن الصباح. الحكاية ما بين الواقع والأسطورة، يعني هل ده حدث فعلا ولا هي أسطورة كانت موجودة، خصوصا ان جماعة الحشاشين اعتمدت على تناول روايات أسطورية حواليها، وده كان باين من فكر الجماعة أصلا يعني. لكن خليني أروح لتفاصيل أكتر، لأنه كمان يعني كانت في تفاصيل كتيرة، وشفنا طبعا إحنا معاكم مش بس حسن الصباح، لكن شفنا نظام الملك وشفنا عمر الخيام. وأنا دايما بشوف إنه حط هنا حسن الصباح بالفكر المتطرف جدا، وحط الناحية التانية عمر الخيام بالفكر الإنساني لشاعر لباحث لعالم،
فتلاقي انه قد ايه رغم ان هم كانوا اصحاب لكن تباعد الفكر ازاي ممكن يبقى موجود بين اتنين مختلفين ولكن في نفس الزمن. خليني كده اروح لاستاذ ايضا ودكتور متخصص وهو باحث طبعا في الدراسات التاريخيه الاستاذ الدكتور احمد لاشين اللي هيطلعني على مزيد من التفاصيل، هيكلمني كمان عن حقيقه هذا الكتاب. خليني اقف معاه في هذه النقطه تحديدا. دكتور احمد مساء الخير يا فندم. مساء النور يا فندم، واهلا بحضرتك والساده المشاهدين، وسعيد جدا انا موجود مع قامه اعلاميه زي بعض. الله يخلي حضرتك. حقيقه يعني المسلسل ده استهلك مننا متابعه وبحث، يعني انا كنت بتفرج على الحلقه وارجع اقرا هنا واقرا هنا واقرا هنا عشان برضو اعرف الحكايه بالظبط وتفاصيلها. فانا هسال حضرتك السؤال الاول وهو كتاب سيره سيدنا، هل هذا الكتاب واقع تم كتابته بالفعل وتم نشره زي ما شفنا في المسلسل، وهو ولا هو أسطورة من الأساطير اللي خلقتها جماعة الحشاشين؟ بالنسبة لكتاب سيرة مولانا أو سيرة سيدنا كما ورد في الكتب التاريخية، الكتاب زي ما ظهر في المسلسل كده بيقول إن الحسن الصباح أملى الكتاب على ابنه، وبعدين ادعى ان الملائكه هي اللي املته عليه، كان نوع من انواع فرض الاساطير والكرامات المغلوطه، والجمل دي كانت موجوده في المسلسل. تمام. تاريخيا الكتاب موجود، يعني تاريخيا الكتاب ده موجود فعلا بنفس العنوان وتم سيدنا. العصور عليه بعد هجوم المغول على قلعه ألاموت، واللي اوجده كان او اللي لقاه كان الوزير الايراني عطا ملك الجويني. لما قرر هولاكو ان هو يدخل القلعه ويحرقها ويحرق المكتبه الكبيره اللي كانت موجوده فيها، الوزير عطا ملك الجويني قال له انا محتاج اخش اشوف المكتبه الاول وهنتقي منها الكتب المناسبه. هو حرق معظمها بعد كده عطا ملك الجويني، ومن اهم الكتب اللي لقاها كتاب سيره سيدنا. سيرة سيدنا من الكتب اللي ملهاش مؤلف، يعني مجهولة المؤلف. وبتحكي حكاية الحسن الصباح من بداية الدعوة لغاية نهاية قلعة ألاموت، يعني لغاية نهاية آخر أئمة. يعني على الكتاب مش مكتوب تأليف مين؟ مش مكتوب تأليف مين. لكن هو موجود من الكتب الرئيسية داخل القلعة، وكان بيعتبر من الكتب المهمة جدا ل الجماعه النزاريه او جماعه الحشاشين. ليه؟ لان الاشاع حوالين الكتاب او الاشاع حوالين الكتاب ان بالفعل املاه الحسن الصباح وحكى حكايه الجماعه كلها الى نهايتها، كانها اسطوره بيحكيها الحسن الصباح. وطبعا دي من ضمن الاساطير اللي طقها اتباع الحسن واتباع الحشاشين على مدار التاريخ. الكتاب ده موجود ومترجم كمان، وخدوا عطاء مترجم بلغات اجنبيه. اتفضل يا فندم. مترجم بلغات اجنبيه، مترجم الى اللغه العربيه ومترجم الى لغات اجنبيه، وموجود حتى اللحظه والوزير عطاء ملك الجويني هو اللي حطه في كتاب ثاني مهم جدا اسمه تاريخ جان جوشاي او تاريخ فاتح العالم. كان بيحكي فيه عن تاريخ المغول من بدايتهم الى لحظه هولاكو خان لما دخل على العالم الاسلامي. فحط الكتاب بتاع سيرة سيدنا ده او سيرة مولانا في الكتاب بتاعه اللي هو في تاريخ جهان جوشاي او فتح العالم. الكتاب محتوي كل تقريبا تاريخ الحسن باعتبار ان هو كان نفسه بيملي اجزاء منه كما قيل، وبيحكي عن كثير من ما اسموه بعد كده كرامات الحسن، يعني الحسن بيحكي عن نفسه والجماعه بتحكي عن نفسها. الكتاب تم تنقيته وتنقيحه وإضافة عليه بعض الإضافات من وجهة النظر السنية أحيانا أو وجهة نظر المغول نفسهم في جماعة الحشاشين، باعتبار أن هم المغول نفسهم كانوا وثنيين لكن الوزير عطا ملك الجويني كان سني المذهب، فأضاف على الكتاب بعض الملاحظات وبعض التنقيحات واتشال منه أجزاء أو حذفت منه أجزاء واتبقى. طب هل الأجزاء اللي اتشالت هي أجزاء رقابية للفكر المتطرف ولا حاجة خاصة بأنه نوع من الجنان، لأنه كمان هو كان يعني بيتخيل أشياء كتير وهو الإمام وهو مفتاح الجنة وهذه الأشياء اللي كان بيتخيلها طول الوقت؟
الاثنين يعني الجزء الفكرتين اللي حضرتك بتقوليهم ده هما تم الوصاية عليهم على الكتاب او تم القبض عليهم على الكتاب. طب سؤال هنا مهم جدا. وزير عطاء الملك الجويني ومن جاء بعده يعني. تمام. كان جزء كبير من افكار المتطرفه اللي كانت موجوده عند الحشاشين او عند النزاريين تم حذفها. طب سؤال هنا عشان ما يروحش مني بس. نتيجه للتفاصيل اللي خاصه بالتهويمات بتاعه الصباح يعني. تمام. اللي هي ارتباط مفتاح الجنه وغيرها من تمام. يبقى احنا كده انا بس عايزه اوثق مع حضرتك حاجه مهمه جدا دكتور احمد. احنا هنا بنؤكد بان كتاب سيدنا ده كتاب موجود مترجم، انا عارفه انه موجود مكتوب بالفارسيه ومترجم للعربيه ومترجم ليه ايضا اعتقد حد قال لي مترجم لروسي كمان او لبعض اللغات الاخرى. الكتاب لان كتاب جهان جوشاي او كتاب فتح العالم اترجم لعده لغات واهمها كانت الترجمه العربيه. هو كتاب ضخم، كتاب فيه يعني هو حوالي 3 اجزاء. طب سؤال هنا بس سؤال حتى وان كان معلش سريعا كده بره الموضوع ولكن يعني برضو بيصب في الفكر بما ان احنا نتكلم عن جماعات متطرفه وارهابيه. هل حضرتك ترى بانه هذا الكتاب وهذه النوعيه من الكتب هي اصبحت ايضا مصادر لجماعات زي داعش والاخوان وغيرها وهي اللي كانوا بيأثروا عليها بالشباب اللي بيتم تجنيدهم بانه ده فكر موجود ودول ده سيدنا تمام. القديم تمام. هل ترى ان هذه الكتب هي اللي كانت فعلا من الكتب المؤثره اللي بيستخدموها في الدعوه؟ نوعيه الكتب هو بالشرط يكون كتاب سيره سيدنا هو اللي اثر بشكل مباشر، لكن نوعيه الفكر نفسها البنيه الفكريه اللي ارتبطت بتاسيس الجماعات يعني جماعة الحشاشين كونت أكبر جماعة يعني إرهابية في التاريخ واستمرت لمسافة طويلة جدا مش بس صحيح في إيران. بس هي بتخاطب نفس يعني لو عملنا توازي ما بينها وما بين داعش وجماعات الإخوان الإرهابية ونفس الفكر استمرت يعني هذا النفوذ وسوريا وغيرها استمرت لمسافة طويلة جدا في السنوات وفضلت بنيتها أو تأسيسها ده هو النبراس اللي مشيت عليه كتير من الجماعات بعد كده اللي جت بعد مرحله الحشاشين حتى في العصر الحديث. صحيح. من فكره الولاء والبراء او السمع والطاعه او وفكره التكفير مساحه اسطوريه للقيادات او الامراء او الامير او الامام او غيره من كمان دكتور احمد فكره التكفير يعني عندنا احد المشاهد الموجوده في المسلسل وهو قتل المؤذن، يعني المؤذن ده راجل يعني مؤمن ومسلم وكده ولكن هو لا يتفق مع الجماعه اذا هو كافر. يعني اللي هي فكره تحليل المؤذن دي من الاحداث التاريخيه المهمه جدا في طبعا. بدايه جماعه الحشاشين يعني هي كانت موجوده في التاريخ وكان مركز عليها لان دي كانت بدايه مرحله الاغتيالات اللي قامت بها الحشاشين. طيب. الحشاشين زيهم زي كل الجماعات صحيح تصوفوا صحيح تماما الخلاف الفكري وهم كانوا بيعملوا يعني الاغتيالات دي عشان نوع من انواع الترهيب بقوتهم بالضبط. ووجودهم. طيب شيء سريعا بالضبط. جدا بس عشان الوقت ايضا وجود بالضبط. عمر الخيام وعمر الخيام كان موجود في نفس الحقبه اللي فيها حسن الصباح ولكن على النقيض بالضبط. هو انسان هو عالم عنده علم الفراسه علم الرياضيات وايضا الشعر والكتابه والانسانيه يعني هو يبحث عن الانسانيه بالضبط. وايضا الاخلاص في نفس الوقت عكس حسن الصباح تماما حتى وان جمعتهم الصداقه يعني هل دي حقيقه جمعتهم الصداقه ولا هي ايضا فيها مبالغات يعني هو تاريخيا لم يثبت قوي ان هم كانوا اصدقاء بالمعنى ده لكن بعض الروايات التاريخيه او التراثيه قالت ان هم كانوا على علاقه ببعض حسن صباح وعمر ونظام الملك لكن هل هم كان يعني علاقتهم بالشكل اللي ظهر ده مش موجود بالثابت تاريخي قوي لكن ده بيعتبر جزء من التكوين الدرامي مش بس المسلسل لكتير من الرؤيه اللي اتقدمت لا انا كمان بلاقي برضو ده انصاف يا دكتور احمد انصاف لهذا الزمن بانه زي ما كان في المتطرف القاتل بالضبط العنيف بالضبط في ايضا الانسان الشاعر ما هي اصل الدنيا ما اتبنتش بالتطرف طبعا بالضبط يا فندم هو زي ما حضرتك بتقولي كده العصر كان شايل حاجات كتير جدا صح زي كل العصور يعني دايما احنا بنلاقي الجماعات المتطرفة أو الفكر المتطرف موجود بجانب الفكر التنويري والفكر التثقيفي يعني عمر الخيام
كان من رموز الثقافة في عصره، مش بس علشان هو شاعر، لا طبعاً، لأنه كان عالم فلك، صح، مهم جداً، عالم فلك وفراسة ولغة وحاجات كتيرة أوي الحقيقة، بالضبط. صحيح. فهو يعني كان انعكاس لطبيعة فلسفة عصره كلها على بعضها، أكيد. وعمر كان طول الوقت بيمثل النقيض، ليه؟ حتى مش بس للحشاشين، لا كمان لأي محاولة من المحاولات مثلا السلطة لتعويضه أو استغلاله. يعني هو حتى رفض الخيانة، يعني رفض أنه هو يوشي بمعارفه أو أنه هو يبقى جزء من الوشاية. الحقيقة يعني الحديث طويل، وحبقى سعيدة جدا أنه حضرتك تشرفنا في الاستوديو، عندنا نقاط كتير في التاريخ نقدر كمان ننور بيها الناس ونقول الحقيقة ما بين الواقع والأسطورة، أكيد يعني. فأنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا، وشفت يعني قيمة هذه الأعمال أنها تخلينا يعني تنير العقول زي ما بنقول، ونفكر ونتباحث ومثيرة للجدل، ولكن بشكل حلو جدا. أشكرك شكرا جزيلا يعني دكتور أحمد لاشين، أستاذ الدراسات الفارسية بكلية الأداب جامعة عين شمس. نقطة كده قبل بس ما أقطع فاصل، يعني أطلع فاصل سريع جدا، عندي فقرات لطيفة هتعجبكم، فنية وحاجة جميلة جدا وهتتبسطوا معاها قوي النهاردة يوم الخميس. ولكن قبل ما نطلع فاصل عايزة أقول لكم نقطة مهمة جدا في التاريخ بشكل عام، وبالذات في الدعوة والجماعات المتطرفة اللي كانت دايما بتقف قدام أي حاجة. أولا فكرة حرق الكتب وحرق الأفكار وبالذات الأفكار الإنسانية الحلوة اللي هي تقدر تدي أفكار حلوة للناس، تعرفوا على طول بأنه كل ما نعود ونعمل إحنا توثيق ونكشف هذه الجماعات نقدر ننور العقول علشان نقدر تستمر ويفضل جيل ورا جيل يبقى عنده جزء من العقول اللي فيها نور بإذن الله. بعد الفاصل هيكون عندي الحقيقة فقرات لطيفة جدا في انتظار حضراتكم، عودوا إلينا بعد فاصل قصير. زي ما بنستقبل النجوم والنجمات، كمان دراما رمضان السنة دي الحقيقة قدمت الأطفال، وهم كمان كانوا نجوم رمضان، بطولة لأطفال كانوا مشاركين في أعمال، وكانوا مشاركين بشكل جدي، يعني دور مكتوب في مجهود. وعشان كده احنا في التاسعة زي ما بنرحب بالنجوم الكبار، لا الأطفال ليهم دور كمان. معايا اتنين من نجوم، هنبدأ بقى بالبنوتة الحلوة الطفلة ليا سويدان بطلة مسلسل بيت الرفاعي. ازيك يا ليا؟ كويس الحمد لله. منوراني. شكرا. والنجم الصغير الجميل آدم عمرو، صح يا آدم؟ آدم كمان بطل مسلسل مسار إجباري. فأنا معايا اتنين يعني أنتم منورين قوي، أنا مبسوطة بيكم قوي. شكرا جدا لحضرتك. شكرا ليك قوي. هنكلم ليه عشان تعرف طبعا إيه، نكلم البنات الأول. ليديز فيرست. صح، ليديز فيرست، مظبوط. ليا أولا اسمك حلو قوي. شكرا. عاجبني قوي، وأنت طالعة بنفس الشكل اللي كنت طالعة فيه في بيت الرفاعي، صح؟ صح. طيب انا عرفت ان انت مش اول مره بقى تمثلي، يعني احكي لي بقى بسرعه كده. مثلت اعمال كتيره، وعملت مسلسل اختيار ثلاثة ومصري ووكس. اختيار ثلاثة، انت دلوقتي عندك 9 سنين، واختيار ثلاثة كان عندك ايه؟ 8 8 7 كده. 8. وكنت عارفه ايه الموضوع؟ يعني ماما بقى كانت بتقعد تقرا لك وتقول لك هي هما ممكن اما يدوا لها سكريبتس اما يدوا لها يحطوا لها على الواتساب، فهي بتحكي لي ايه اللي هيحصل في المشهد عشان نعرف ايه اللي هيحصل، عشان بنروح لهمش ونقول لهم بقى ايه اللي هيحصل وكده. فتروحي حافظه دورك وجاهزه. فاذا انت ده مش اول عمل. بيت الرفاعي بقى اول مره بقى تشتغلي مع النجم الكبير امير كرار. انا هو كان بيعاملك على انك بنته فعلا. يعني في ناس كتير عشان هو عنده يعني ولاد صغيرين يفتكر انه بنته حقيقي، صح؟ صح. طيب وبعدين؟ احكي لي بقى على الكواليس بيت الرفاعي. ممكن امير كرارة بيلعب معانا كتير، ولما اجي اتلخبط بيقول على الله تتلخبطي، فانا بقول له يعني ما انت كمان بتتلخبط، فبنقعد نضحك. وانكل احمد نادر جلال، وانت كنت بتشكسي فيه بجد، صح؟ وانكل احمد نادر برضو بيضحك معانا وبيقعد معانا وبيهزر معانا. طيب انا هروح بقى لادم. ادم انت كمان نجم، يعني عملت حاجات كتير ومسلسلات وكده، بس في مسار اجباري انا سمعت ان انت عملت اوديشن، صح؟ عملت. احكي لي كده الاوديشن عملت فيه ايه؟
هما وقفت بقى طلبوا منك مشهد وقالوا لك ايه؟ هما كانوا قالوا لي اسمك ايه وعمرك، وكانوا قالوا لي ان انا يعني كان عايزين مشهد عياط، فانا قدمت المشهد كويس لان انا حساس شويه كده. انت حساس خالص. طب وايه اللي خلاك تفكر يعني عشان تستدعي العياط؟ ايوه انا كنت ساعات إيه؟ بتخيل مثلا ايه ان مثلا فلسطين والحاجات دي كنت بتخيل، فعشان كده هو ده اللي بيخلي العياط كان يجيلي. ايه اللي بيقلقك في فلسطين؟ الولاد اللي زيك الولاد الولاد اللي بيموتوا وما بيعرفوش يعيشوا. فانت استجمعت المشهد ده بتاعهم واديته، وبعدين كلموك بعدها؟ كلموني بعدها بفتره طويله، قالوا لي ان انت جيت في مسلسل اجباري مع ابطال احمد داش وعصام عمر. انت كنت اخو عصام عمر وابن صابرين ومحمود البزاوي. وعيطت عليه جامد قوي صح؟ العياط ده كان حقيقي؟ لا بيطلع منك حقيقي؟ حقيقي بجد. يعني انا كنت بتخيل مثلا يعني هو كان فيه زي تابوت كده، فانا كنت بتخيل ان انا لا قدر الله طبعا ان بابايا مثلا محطوط فيه بعد الشر بعد الشر فايه، فكان بيجي لي عياط يعني بتتخض. اصلا واحنا ما بنصورش انا عماله بحاول يجي لي العياط، فعصام بيقول لي ايه يا ابني ما تربطش يعني الحقيقه بالمسلسل. فبجد هو كان عليه افضليه كتير اصلا، انا ابقى مبسوط اصلا المسلسل. عصام ساعدك البطل يعني ساعدك كتير. اصعب مشهد ليكي بقى قولي لي كده يا ليا كان ايه؟ هو اصعب مشهد كان لما كنا على الكنبه، وكنا لما هما ما كناش عايزيننا نطلع بره، فاحنا دخلنا وقعدنا نتكلم ماشي، فبعديها احنا كان صعب اللي هو خليني يعني انا كان خلينا نحس ان احنا يعني زعلانين في المشهد، عشان احنا كنا مثلا عايزين نطلع بره نقعد او نستمتع مع بعض انا ومامتي. فبعديها احنا دخلنا وقعدنا نقول يعني قلت لمامتي احنا ليه مش عايز يطلعنا، في الاخر قعدنا نتكلم كده كلام ده جوه المشهد. فبعدي حد جه برضو اكلني في المشهد، فقعد يكلمني وانا عملت مشهد اكني خايفه جدا يعني مثلتي ده جوه. وقت التصوير بيبقى طويل عليكي، بتتعبي ولا بتستحملي؟ لا هو في ساعات بيكون طويل، في ساعات لا، يعني مثلا مره مثلا 10 دقائق تلت ساعه نص كده، بس ساعات بتقعد 5 دقائق مثلا. ده مش كتير خالص. طيب مع امير كراره بقى بيساعدك ويحفظ معاكي وتعيدوا مع بعض، وانا شايفه لك مشاهد اهو انت وامير كراره اهو، قولي لي بقى كان ايه؟ هو ساعات لما نيجي ندخل جوه عشان ستاند باي، المخرج بيجي عشان يقول لنا نحفظ ايه وكده، بيعمل لنا المشهد مره، وبعدين لما يمشي بيكون بس فاضل 5 دقايق عشان ندخل، فاحنا بنحفظ مع بعض كده طول الوقت عشان ما ننساش. وكان بيسمع لك ويساعدك وكده، فكنت حسن وباباكي بجد يعني صح؟ طيب وادم اصعب حاجه ليك كانت ايه في المسلسل؟ هما كانوا مشهدين. مشهد المستشفى لان كان عصام اللي هو وفاه كان عصام عامل فن بقى، وانا مش عارفه اعيط بقى، فبقى ايه بحاول يعني اخش في المود. انت عايز بقى تمثل بجد يعني. وكان في مشهد اللي هو مع استاذه صابرين، كان اللي هو كان في السرير. هو كان اول حاجه كان جاي لنا سكريبت طويل قوي، وكان يعني هو جالنا بالليل قبل اليوم اللي احنا هنصور فيه، فكان لازم عليا ان انا احفظه سرته عشان احفظه. بجد كان دول احسن مشهدين ليا. انتوا جمال قوي، فرحانه بيكم جدا. شكرا لحضرتك. خلينا ناخد فاصل ونرجع نشوف الناس اللي يعني طيب خلينا مش هنلحق ناخد فاصل. طيب خلينا نكمل اخر سؤال. بتحلمي تكوني ايه بقى يا ليا؟ قولي لي نفسك يعني تبقي ايه؟ اكون وانا يعني اكون حد ولا نفسك تعملي ايه؟ امثل؟ إيه؟ انا نفسي اكون ممثله. انت ممثله اصلا؟ بس يعني نفسي اكون ممثله يعني كبيره. زي يعني مين بقى؟ مين بقى كده شايفاه؟ انت بقى بتروحي اماكن تصوير وبتشوفي ناس مين بيعجبك؟ دنيا سمير غانم، دنيا واكرم حسني ودينا شربيني. فعايزه بقى تبقي زيهم. انت لازم تخشي كامل العدد مع دينا شربيني في الهيصه بتاعه الاطفال دي. وادم انا مش هطلع ممثل.
انت اوريدي بقيت ممثل. بس انا نفسي بقى تبقى مين بقى؟ نفسي ابقى زي كريم، استاذ كريم عبد العزيز. ايوه. واستاذ احمد مكي. يعني دول اللي انت نفسك تبقى زيهم يعني. وعصام برضه. وعصام طبعا ده يعني البطل بتاعك اكيد. وانت تحلمي تمثلي مع امير كراره تكوني كبرت شويه، ايه رايك؟ ليه لا؟ لا طبعا نفسي اصلا امثل معاه، ونفسي امثل مع الناس اللي كانوا معايا في المسلسل. اللي قدك في المدرسه بيقولوا لك ايه؟ بتمضي بقى اوتوجرافات وكده بس عندي في المدرسه بيقولوا لي بيسموني حبيبه ياسين محمود الرفاعي. وعندي مستر جلال، مستر جلال بي اي تيتشر بتاعي، بيقعد يقول لي يا فنانه. ايوه انت فنانه فعلا. وبيقعد يقول لي المسلسل كان بتاعك كان تحفه، وبيقول انا اصلا بتفرج على المسلسل ده عشان خاطرك، عشان خاطر حبيبه. فبيقعد يلعب معايا مستر جلال. طيب وادم مين بقى زمايلك في المدرسه والبيت والعيله؟ وبيت ولاد دول اول حاجه كانوا اللي هم كانوا بيشجعوني ان انا اكمل في الموضوع ده وابقى احسن. بجد عليهم فضل كبير قوي، بالذات مامتي. يعني كانت انا شايفه مامهاتكم الاثنين يعني واخدين بالهم تعبانه معانا اكيد يعني. طيب الناس بتعرفكم في الشارع؟ يعني بقيتوا بقى نجوم ويسلموا عليكم كده؟ في اسكندريه لما كنا بنمثل كنا في حته كده يعني شكلها زي بحر، يعني حته بحر مش عارفه الناس بتعرفكم. ففي في كده ناس كتيره جم عندي وقعدوا يقولوا لي ممكن اصور معاكم، ممكن اصور معاكم. فاتصورت يعني عنا شويه كده بنتصور، فبعدين خلاص اكيد. وادم مش مشهورين قوي بس يعني لا يعني مثلا في ناس مثلا بيقول لي انا شفتك في مسلسل مصاري اجباري ممكن اتصور معاك. لا جميل، انا مبسوطه بيكوا قوي. الفقره خلصت. مش انتوا عارفين المخرج في الاخر بيقول ايه؟ فركش ولا بيقول ايه؟ فركش. طب انتوا الاثنين تقولوا فركش لانها خلصت. يلا 1 2 3 فركش. سيبك من اللي في دماغك ده عشان هيوديك في داهيه. انا اكتر واحد بيخاف على مصلحته. اصحى اموت انا مصحى اموت مش كده. كانت لوبا واقفه بتمثل ايه يا علي؟ طب طمني يا حبيبي البنت فين دلوقتي؟ انا مش بشتكي والله يا رب. اللهم الاعتراض. ربنا علم ان انا مسامح دنيا واخره ونسيت كل حاجه وحشه. يوم ما تحب تفضفض اخوك موجود. محمد علي رزق اسم فنان تقيل، يعني لما بتتفرج على مشاهد كتير حتى من بداياته يعمل مشهد خلاص الناس تعرفه ويبقى ده مشهد المسلسل بالنسبة له. محمد بدأ المشوار بمشاهد أدوار لحد ما بقى بطل مهم في الدراما، ويبقى وجوده كمان مهم في نجاح المسلسل. قدر يوصل لقلب المشاهد بسهولة جدا، بساطة، خبرة، معايشة للشارع، أفكار. عايز أعرف الخلطة بتاعت محمد علي رزق طلعت منين، وعلشان كده جبناه في التاسعة نعرف إيه الحكاية. الفنان التقيل زي ما بقول محمد علي رزق في التاسعة. مساء الخير. مساء النور، وشكرا على الريبورتاج الحلو وعلى التقديمة الحلوة دي. أنت بجد عندك خلطة يعني تخطف الأنظار من البداية. يمكن الناس مش عارفة أنك غاوي وهاوي وكمان متعلم للفن، يعني كل الخطوات عملتها عشان توصل للخلطة دي. أنا الفن بالنسبة لي ليه علاقة بطفولتي. أنا من زمان جدا وأنا مرتبط بالتلفزيون، بحب أتفرج على الأفلام، بحب أتفرج على المسلسلات، مش زي إخواتي مثلا. أنا كنت أقعد أتفرج وبقوم حافظ المشاهد وأقعد أمثلها.
كان يعني من صغري موضوع ده بالمراية بقى وشغال ومع اخواتي ايه اكتر المشاهد اللي كنت حافظها؟ والله انا مرة عورت اخويا ده انت بتتقمص بمثل يعني كنت بعمل كوارث يعني كنت بعمل كوارث وانا طفل وكانت مامتي مدرسة في نفس المدرسة اللي انا فيها فزميلاتها قالوا لها دخليه فرقة المسرح بتاعة المدرسة عشان يهدى شويه يطلع بقى الطاقه بتاعته ما بيطلع يعني. طاقته في اخواته ويطلعها في المسرح المدرسي. مين الفنان اللي كان بيلفت انتباهك في السنه العمريه دي؟ اتنين. مين؟ استاذ عادل امام طبعا، استاذ محمود عبد العزيز. يعني اجمل من بعض. مرحله طفولتي كلها هي عباره عن عادل امام، محمود عبد العزيز. كبرت شويه في اعدادي كده استهواني استاذ احمد زكي. ده رحت معاه حبه حلوين وفضلت على الحال ده. انا مرتبط بالفن وانا مش فاهم ان انا مرتبط بيه، بس انا بدور على عتاولة يعني انا بحبه يعني بحبه وخلاص، بس طبعًا مش فاهم. الى ان جات الصدفه في ثانوي جه سكن جنبنا ممثله فقالت لي انت تمثل، فنزلت عملت كاستنج وبدات امثل من ثالثه ثانوي في صوت القاهره قطاع الاطفال. وهناك قابلت دكتور خليل مرسي رحمه الله عليه وقال لي على اداب مسرح حلوان، فروحت درست في اداب مسرح حلوان. فبدات خط الدراسه بقى الجد بقى الجد بقى درست في اداب مسرح وقدمت في مركز الابداع الفني عند استاذ خالد جلال، ودخلت الورشه عند استاذ خالد ربنا كرمني ودخلتها، وعملنا قهوه ساده. ومن هنا بقى كانت طبعا قهوه ساده كانت ملفته لكل الحقيقه. السنه دي بتاعت قهوه ساده اعتقد نجوم كتير جدا لمعوا فيها. الحمد لله احنا دفعتنا يعني فيها كتير ناس الحمد لله من اهم الناس في الشغلانه دلوقتي، محمد ثروت، محمد ممدوح، تايسون، فراج، سلام، هشام اسماعيل، صحيح، امير صلاح الدين، حمزه العيلي. فالاب الروحي خالد جلال هنا ده ابويا وحبيبي وصديقي وكل حاجه يعني. صيد العقارب اتلسعت ولا عدى المسلسل ازاي؟ والله ما كان سهل جدا يعني. صيد العقارب مش هكذب لو قلت ان هو اصعب تجربه عدت عليا في حياتي. لما اتعرض عليك الدور ده يعني وافقت على طول ولا قلقت ولا لا وافقت على طول طبعا على طول. بص انا عندي مبدا، بما اني قررت ابقى ممثل لازم اخوض التجربه. صحيح. نجحت فشلت دي بتاعت ربنا سبحانه وتعالى. احيانا بيبقى لقب الممثل جنبه المغامره. لا ده هو الممثل يعني مغامره، انه يغامر المنطقه الامنه دي، ما يقلقش يعني ما يفكرش ولا يفكر ولا اغامر واشوف. لا يلا نخوض التجربه، ما انا لسه في تدريبات ولسه في بروفات ولسه في جلسات، لو لقيتوني ما ينفعش مشوني. او لو انا لقيت نفسي انا برضو مش هقبل ان انا اطلع بشكل وحش. ما انا هتدرب وهشتغل، لو جيت لقيت نفسي مش قادر اعمل الدور بشكل كويس هروح احترم نفسي واعتذر. صيد العقارب اولا الاسم غريب، الموضوع غريب، وابطال كتيره اقوياء يعني المشهد كان بيبقى فيه اسماء تقيله يعني. اساتذه كلهم كلهم اساتذه. كلمني بقى عن الكواليس. بصي انا اول مره اتعامل مع استاذه غاده، اول مره اتعامل مع استاذ رادي خولي، واول مره اتعامل مع استاذ احمد ماهر، كان لقاء اولي شديد مع ناس كتير. محمد علاء جامايكا، محمد علاء صديقي وحبيبي بس اول مره نمثل مع بعض. ايوه ميار صديقتي جدا بس اول مره نمثل مع بعض. سيمون وسيمون دي قمر طبعا، دي عسل العسلات طبعا. فالناس دي كلها انا اول مره اتعامل معها، والدور جديد والدور شخصيه مركبه صعبه شويه، بس انا ربنا رزقني بكل الناس اللي انا قلتها دي ناس جميله يعني، ناس تبقى واقفه في ظهرك عايزاكي تعملي حاجه حلوه. ايوه فالناس دي ساعدتني جدا في الكواليس. انا عايز اقول لك ان غاده عبد الرازق اكتر واحده كانت سبورت ليا من اول يوم تصوير لغايه ما المسلسل اتعرض وخلصنا تصوير، وهي في ظهري طول الوقت كلام بيشجعني جدا، انت عامل دور حلو يا محمد، ركز، ما تقلقش، انت السنه دي الناس تتكلم عنك كويس، لما اجي اعمل مشهد حلو اول حد يسقف لي، اول حد يقول لي ايه المشهد الحلو ده يعني. كانت الناس بتساعدك تنجحي بصراحه، كانت من احلى الكواليس اللي قضيتها. طيب لما اتعرض المسلسل حسيت بقى المجهود الكبير اللي انت عملته ده قدر يوصل للناس الشخصيه المركبه دي؟ كانت الاول الناس بتتكلم ان محمد عامل حاجه جديده. مع مرور الاحداث والحلقات الناس لوحدها هي اللي بدات تطلع التفاصيل. وده اللي بسطني، ان الممثل لما بيقعد يخلق تفاصيل للشخصيه من مشيه لقعده لطريقه كلام للازمه
زي بتاعت حل بقك اللي انا كنت عاملها بتاعت انت. انا حسيت في دورك انك انت والمخرج كان عندكم 1 تو 1 يعني، اكيد قعدتوا على الشخصيه دي كتير. انا قعدت على الشخصيه انا استاذ احمد حسن اكتر من مره، نقاشات وخناقات، بس خناقات فنيه. احمد صديقي جدا، فكنا نقعد يقول لي لا انت مش هتعمله من هنا، ممكن الدنيا، اقول له فهمني بس، ونقعد خناقه الناس تسمع. أيوة. بتسمع صوتنا. ايوه، فكنا بنتخانق، فييجوا يلاقونا بنضحك. ايوه، بس النقاشات الفنيه دي هي في النهايه اللي هي اللي بتطلع الحاله، النتيجه دي. الحقيقه انا عندي مشاهد كتير حلوه، تحب نشوف ضرب النار؟ اوكي، نشوف ضرب النار. نشوف ضرب النار مع بعض. اوكي طيب، لحد ما يجهزوا بضرب النار. أوكي. لكن رمضان زي ما هو شهر. طيب نشوف ضرب النار، نشوف ضرب النار، نكمل الكلام، نشوف مع بعض. تعبتك معايا يا ياسين والله. عايدك اتاي. طب يلا بقى يا عم قلبك قبل، انزل سلم على مراتك. معلش يا مصطفى، سيبني براحتي. هو زي ما ينفعش تبقى في لوحدها كده. ماشي يا حبيبي، بس ما تنساش اللي قلته لك. ها، مش مستاهلة يا صاحبي، الدنيا كلها مش مستاهلة. سلام عليكم. الحمد لله على سلامتك يا حبيبي. الله يسلمك كده يا مصطفى. كده تقلقنا عليك. حقك عليا يا عايده، انا اسف والله. ما تقولش كده يا حبيبي، انا عمري ما ازعل منك. يلا عشان ابوك قاعد مستنيك. توكلنا على الله. يلا مصطفى. مصطفى، أنا الإسعاف، أنا مش عارفة، أنا بقالي داهية، أنا أخويا اتضرب بالنار في الشارع، هدي الحاجي مصطفى. ما تخافيش يا عايدة، أنا كويس. خدي بالك أنت بس على بطنك، وياسين بيحبك يا عايدة، ما تسيبيهوش، وما تنسيش تبوسي ليه يحيى، قولي له أبوك بيحبك قوي. مصطفى ما تقولش كده، انت هتروح له. مصطفى، مصطفى. مشهد صعب. مشهد صعب بس حقيقي جدا يعني. يعني غدا متأثرة بجد يعني. ده بجد كان المشهد صعب، وبصراحة أستاذة غادة هي جميلة يعني، أنا خدت المود منها طبعا. إحنا لما جينا نعمل بروفا أحيانا في المشاهد بيبقى فيها مشاعر كده، ما بنمثلش قوي، بنبقى متفقين هيحصل واحد اتنين، هنقف نقول الكلام، ضرب النار هيبقى في الحتة دي، هتقع هنا، وما بنمثلش قوي. هي فاجئتني في المشهد، في التيك بقى نفسه، الخضة بتاعتها، وخدت منها انا الحالة عشان تأدي كده، عشان اقول كده، اللي هو ما بين الموت وما بين برضو لطيف، هو بيحاول يطمن، هو برضو لطيف حتى وهو بيموت يعني. مصطفى درغام ده يعني الدور صعب، شلل دماغي. طلعت ازاي من الدور ده بعد ما خلص يعني؟ دخلت له ازاي وطلعت منه ازاي؟ دخلت له بالمذاكرة شوية، ان انا جبت كمية فيديوهات، في دكاترة كتير قوي اونلاين بيتكلموا عن مرض الشلل الدماغي. جبت لستة كده عن الشلل الدماغي ومراحله، وبدأت اشوف ايه المرحلة اللي تناسب شخصية مصطفى درغام، لان مصطفى درغام في النهاية مريض شلل دماغي بس متجوز ومخلف طبعا، فما ينفعش يكون من المرحلة الرابعة او الخامسة مثلا.
ايوه صح. فهو بيبقى فهو حصرني في منطقه انه يا اما من المرحله الاولى يا اما من المرحله الثانيه. طمع الممثل عندي خلاني العبه من المرحله الثانيه. أيوة ان المرحله طبعا. الاولى بسيطه جدا. ايوه فانت عايز الدور مركب بقى. انا يعني عايز اقول ان انا ممثل برضه اشتغل بقى يعني. طيب خليني اقف هنا واسال واقول للناس حاجه غريبه جدا بتعملها دراما، لان بقى في خلطه بقى في ممثل شاطر مجتهد ينجح جدا، ربما ينجح في كل المسلسل ويبقى هو الوحيد الناجح، وقد ينجح طبعا المسلسل معاه وقد لا ينجح. فاذا انا مش عارفه هي خلطه الدراما الحديثه، قوة الإنتاج، الكتابة على شخصيات بعينها، ولا شطارة الممثلين؟ الإجابة بعد فاصل قصير. السلام عليكم يا عم إسماعيل. نعم يا أخويا. إيه اللي جايبك هنا؟ اعتبر ان ربنا هو اللي بعتني ليك. نعم يا خفيف، ربنا بعتك ليا؟ ولا اتكلم على طول، انا ماليش في شغل المجازيب ده. حاضر، هما كلمتين مفيش غيرهم، كفايه كده. اوعيدك كفايه ايه؟ بقول لك ايه، شغل الجنان ده مش معايا. لا حول ولا قوه الا بالله. يا عم اسماعيل كفايه عنده ومكبره مع ربنا. بالله عليك يا عم اسماعيل، محدش بينازع ربنا في ملكه. عمرك ما هتعرف تعمل حاجه بره ارادته، وانت يعني لا مؤاخذه والله مهما حاولت تحمي ابنك من عايده هتعرف تحمي من ربنا؟ واديك شفت النتيجه اهو، ولاء الغلبانه. ولا دي يا عم اسماعيل اول حبه في السبحه مش اخرها، ووالله لو قررت ما هنعرف نوقفها. روح قول الكلام ده لابوك واختك. والله قلت وهفضل اقوله، بس انا جاي لك انت عشان انت حبيبي. استهدى بالله يا عم اسماعيل وكفايه لحد كده، بدل ما الخساره تبقى 10 اتقي الله في اهل بيتك وخاف، اللي جاي يخوف والله. انت جاي تهددني في بيتي يا كلب يا ابن الكلب. خدوه ارموه بره، ادوا له عليه موت عشان يتعلم الادب. ايدي طيب، ايدي جر. يلا على مهلك. طيب يلا بنروح. ايدي طيب، ايدي طيب. يا ناقصك انت كمان. بهدلت الحقيقه موت وضربه. حاولنا يعني فرهدوني يجيب اتفرهدت جامد قوي يعني. طيب مشهد مهم من المشاهد المهمه طبعا، طبعا فنان عملاق زي رياض الخولي يعني بتاخد وتدي منهم برضو كل ما بيكون. انا بتالي تحدي فكره الاجيال والخبره طبعا. انا لسه يعني انا فاكر المشهد ده كويس، انا ده اول مره اشتغل مع استاذ رياض، واول مره ان هو نتقابل في مشهد وان تو وان بقى كده قصاد بعض. صعب برضه. قبلها بيوم كنت قاعد مع اصدقائي بقول لهم انا مش جاي لي نوم من الانبساط. طبعا. فبيقولوا لي ليه؟ بقول لهم انا بكره همثل مع رياض الخولي. استاذ كبير. طبعا. بيبقى مديني طاقه ان انا اتعلم منه، وفي نفس الوقت في حته كده جوه الممثل بتحب تقول للشاطر وللاستاذ انا شاطر. فبيديني باور ان انا اتشطر اكتر، ابقى شاطر طبعا عشان استاهل ان انا اقف قصادك. صحيح. فدي بتبقى حاجه حلوه طبعا. الواحد بيبقى نفسه يمثل مع عمالقه طول الوقت وبيمثل مع اساتذه، وبتذاكر اكتر وبتتعب طبعًا. اكتر من لما يكون قدامك مثلا حد من جيلك يعني. بص والله التمثيل الحلو بيبقى ليها طاقه من ناحيه تانية. يعني من جيلي بقى بيبقى فيه تنافس، واحنا أيوة. الاثنين شاطرين، واحنا الاثنين جيل واحد، فدايما بيبقى كلامنا مع بعض قبل الماتش، يعني قبل اي مشهد اقول له يلا نعمل ماتش، تعالى نلعب. بندور دايما على مبرر يخلينا نخش نعمل حاجه حلوه. اكيد اكيد. فطبعا كان أكيد. انا فرحان انا جدا. بشوف ان انت كان عندك من الذكاء السنه دي ان انت رحت العمل صعب جدا بشخصيه صعبه
الحقيقة وبذلت فيها مجهود كبير الحمد لله واتبهدلت جدا يعني، لكن اتدلعت بقى في جودر مع انك كنت من الأشرار برضه. لا والله ما اتدلعناش خالص، ده احنا كنا بنترش كل يوم وباروكة وحاجات كتير قوي والأشرار والسحر الشمعيين الشمعيين وعملت شغل جامد بهدلت جودر. بس ايه الكره ده؟ ألف ليلة وليلة دي أو جودر يعني أول ما جالي السكريبت من غير ما أقرأ وافقت لمجرد ان انا همثل في ألف ليلة وليلة. ألف ليلة تاريخ بقى طبعا. بس كنت متخيل هذا الانتاج يعني الديكور بتاعكم كمان مبهر جدا وحالة حقيقية يعني. اصل في النهاية انت بتتكلمي لبسكوا والدقون والسواد اروما اروما ميديا هاب من اكبر شركات الانتاج واروما من اهم الشركات ما كانتش اهم شركة في الجرافيكس. بتتكلمي في مخرج بقيمة استاذ اسلام خيري مدير تصوير في شطارة تيمور الحالة كانت عاملة زي لما دخلته بقى تصوير. احنا بنحضر مشهد بس لحد ما دخلته التصوير انا اول ما دخلت او انا فاكر كويس الديكور بتاع الشمعين ده انا قعدت حبة كتير منبهر. بتتفرج على الديكور يعني بس بيساعد في الاداء بيخليك طبعاً. انت الشخصية دي يعني انا قبل ما ادخل كان ادائي حاجة في خيالي مجهز حاجة ولما دخلت شفت الديكور. لا تعال نشوف الديكور ونوريه للناس ونكمل كلام نشوف سريعا. بتخيل شكل الاهبل اللي اسمه وفا ده لما يفوق اكيد حاجه تفطس من الضحك. يستاهل عشان يحرم يجري ورا الحب والوصال. المهم دلوقتي الواد ده من ساعه ما جه وهو رافض الاكل حاولت معاها اكتر من مره بيبص ناحيه الاكل ويبكي وخلاص. هو اكيد بيبكي عشان بيبص في وشك. هقوم احايله شويه واحاول اقتله. أنا سايبه موجود هنا. في حد جه خد جودر من هنا. هنا جودر كان اختفى. كان اختفى بس الديكور كنت بتقولي اداك حق تاني على أدائك. يعني أنا كنت داخل فاكر هنضحك هنهزر فلما بصيت للديكور وضخمته بشكل النار بإن احنا بقى برضو خدي بالك الخرافة أو الفانتازيا تتحمل إنك ممكن أدائك يبقى زيادة شوية. صح. ولازم يكون ادائك مختلف ما انت مش تطلع محمد مش علي رزق اللي بيعمل بقى شخصيه بابر بس برضو مش سهله طبعا يعني انت حتى لو هتبالغ او يعني هتروح في سكه ثانيه ليها ترمومتر عشان بالزبط. ما نطلعش اوفر اكتنج صحيح. ودي بصراحه الميزه اللي كانت عند استاذ اسلام خيري كان هو ماسك لنا الترمومتر بالملي يعني لا انا هنا عايزك تزيد شويه لا انا هنا عايزك اهدى شويه هنا ممكن نحط لمحه هزار فبصراحة يعني أستاذ إسلام شال معانا كتير في الـ صحيح في الـ الاتنين كنت بتعملهم في وقت واحد ولا كان في حاجة سابقة حاجة؟ لا كانوا في وقت واحد بس ده صعب جدا يعني حسن درغام هنا والخيال والفانتازيا هنا كنت بتقدر إزاي عليها؟ هو من رحمة ربنا يعني عليا السنة دي إن الاتنين مختلفين تماما أيوة صح فمفهومش وجه تشابه فكان الفصلة سهلة يعني أنا عمري ما عرفت عند الفنان التقمص ده مش سهل يعني انا ست بتشتغل مذيعه انا شافكي طول الوقت يعني في اي حاجه بقدمها بشخصيتي لكن الممثل بيتقمص يعني انت هنا حسن درغام انت هنا في شخصيه الشمعين انت هنا في نفس الوقت في نفس الايام انت بقى كمحمد في النص انا كان عندي بتروح فين؟ اتفاق ان انا مبدئيا كده احيانا في التصوير ممكن تبقي في اوردر وتطلعي تروحي اوردر تاني صح انا كنت مانع ده السنه دي يعني انا يا عند أيام جودر أعمل ده؟ يا عند صدل عقارب مش هربط الاثنين في يوم واحد عشان انا اعرف اركز ده رقم واحد رقم اتنين التقمص مش بيبقى 24 ساعه طبعا انا باخد مود الشخصيه ايوه على مدار اليوم يعني انا مثلا صاحي رايح التصوير انا حسن درغام انا مصطفى درغام النهارده مصطفى درغام فبركب العربيه مثلا ببدا اسمع حاجات ليها علاقه بشخصية مصطفى
طبته وبسطته ولبسه وسبحته اللي في ايده وتبقى السبحه في ايدي من اول اليوم تديك الايحاء. يعني بقعد بخش في موده واحده واحده لغايه ما اوصل بقعد في الكرفان ابدا اركز اكتر، ابدا اخش في البس اللبس واقعد بيه. فكلها ادوات بتساعد. ابدا ارجع اعمل الجستات بتاعه الشخصيه واقعد بيها شويه، اقوم اتمشى بيها شويه لحد ما تروح بقى اليوم اللي بعده الناحيه الثانيه. لو تاني يوم بروح بالمود التاني، بمود الهزار والضحك. خلي بالك الشمعيين والفانتازيا ده بيبقى محتاج فككان لسعه شويه. فبروح بمود الفككان. أيوة. ده تفك بقى من شخصيه مصطفى كمان بعد التصوير مباشره. انا لازم افصل. أيوة. والا ما ابقى امال انا شغال ممثل ليه؟ ايوه ما هو التمثيل فن التشخيص. انا راجل مشخصاتي، مهنتي مشخصاتي. الاعمال الصعبه دي بتحتاج منك اجازه حقيقي؟ طبعا اجازه لازم طبعا. تفصل فعلا. يعني انا لولا ان احنا بنكمل الجزء الثاني من جودر ايوه انا كان زماني مش في القاهره. ايوه اتاكد انا بخلص اسافر تفصل خالص. بقى لازم. تشيل البيت. لازم. رمضان دايما فرصه حلوه انه نسبه مشاهده عاليه، نجوم بيحبوا يبقوا موجودين في رمضان، وبيبقى فتحة خير طبعا. ايه النقلة اللي انت شايفها لنفسك؟ والله انا شايف ان مصطفى ان شاء الله مصطفى درغام بالتحديد هيبقى فتحة خير عليا. لان الواحد قبل كده لما بدأ وهو تخين خالص 150 كيلو كان بيتقال محمد كوميديان بس. فلما خسيت شوية وعملت ايوب مايكل في ايوب طبعا فتقال ده محمد بيمثل جد والله برافو، بس هو اخره يعمل الطيب. فلما عملت الفيلن في مرتضى الشبراوي في ليالينا 80 ايوه وكنت رفيع جدا خسيت له مخصوص. انا عمري ما تخيلت انك كنت بالوزن اللي بتقول عليه. مع اني افتكرتك وانت بتتكلم على قهوه ساده افتكرتك دلوقتي. كنت تختوخ كده. أيوة. وعامل رقفة الهجان صح. ده اتقال والله ده محمد ما شاء الله بيعرف يعمل الفيلن. ايوه بس محمد اخره هنا في الادوار العاديه، محمد ما ينفعش يعمل دور مركب. فانا الحمد لله ربنا كرمني السنه دي في مصطفى درغام وقدرت اعمل شخصية. أيوة. مركبة اللي هو تحدي. وأنا أعتقد أن الواحد كل ما بيخلص تحدي ربنا بيكرمه بالتحدي الأعلى، فأنا في انتظار التحدي الأعلى. أنت شاركت في أعمال كتير مع المتحدة في كذا سنة. ده حقيقي. السنة دي أنا حاسة أن في الدنيا مظبوطة، تنوع، اختلاف. رأيك إيه؟ وأنت كنت في واحد من أهم الأعمال اللي فيها إنتاج كبير زي جودر. المتحدة السنة دي فعلا عاملة اختلاف، وعاملة ميزة تانية غير الاختلاف، تقديم جيل جديد. احنا كان بقالنا فتره بنعاني من فكره المايه الراكده. لكن في تصعيد على كل الادوار، مش الادوار الاولى بس. وعوده للكبار. وعوده للكبار صحيح. يعني انت عندك كان السنه دي عبد الرازق كمان سيمون بقالها فتره، بقالها خمس سنين. صحيح. استاذ احمد ماهر، استاذه غاده عبد الرازق، عندك عصام عمر واحمد داش مقدمينهم كابطال في بصر طبعًا. اجباري طبعا. عندك انواع الدراما كلها مختلفه، عندك الحشاشين دراما تاريخيه طبعا، عندك جودر فانتازيا طبعا، عندك دراما اجتماعيه زي صيد العقارب، عندك شعبي زي ان شاء الله. يعني كمان الخطوات اللي جايه هتكون اقوى انا في واضح ان في خطه، واضح ان في خطه والخطه ما شاء الله بتجني ثمارها. اكيد. محمد انا كنت سعيده انك موجود معانا في التاسعه، وان انت موجود معانا هنا في التلفزيون، وانت نورت شاشه رمضان الحقيقه باعمال كتير اكيد متنوعه ومختلفه، ودايما انا بحس ان انت بتدهشنا. يعني الخلطه بتاعتك شغاله وبتدهشنا. يعني حسن مصطفى درغام، لو انت رجعت اتفرجت على كل الحلقات ولا سبته بقى في حاله خلاص ودعته؟ لا ودعته. ودعته خلاص. الحمد لله نجحنا، الحمد لله ربنا كرمنا. انا دايما عندي مبدا وماذا بعد. انا ما بحبش اقف عند نقطه. يعني اللي بعد كده، فانا اخد اجازه خلاص، قفلنا صفحه رمضان 24 وان شاء الله تستعد للي بعده. مستعد للجديد. نورتنا في التاسعه ودايما الى الامام بجد. خليك. نورتنا. زي ما قلت لكم الخلطه المصريه، مصر ولاده كل يوم بتطلع نجوم، وكل يوم هتلاقي نجوم على الشاشة. وزي ما قال فنان محمد علي رزق، السنة دي بنشوف نجوم كتير، كل واحد بياخد مكانة جديدة وبيطلع خطوات للأمام. هي دي مصر، وهو ده حلاوة الفن بجد في بلدنا. التاسعة للأسف خلص، وقتنا خلص، لكن أكيد يتجدد اللقاء مع التاسعة غدا. أما أنا ألقى حضراتكم بإذن الله بكل الخير الخميس الجاي إن شاء الله. تصبحوا على ألف خير. We'll be right back.
بقى.